متابعي موقع طنجاوي الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. في سنة 2022 المحاكم المغربية كتسجل 800 حالة ديال الطلاق كل نهار، وهذا كان هو رأي ساكنة مدينة طنجة حول هذا الموضوع. إما ما كيتخلصش مزيان، ما كيشبرش الأجرة مزيانة، الكرا غالي، الضوء غالي، المطالب ديال المرأة عاود كانت كثيرة، يعني كتعرف المرأة ما زي ما غاتعيش كما حب هو ولا يعني خصها عندنا المطالب ديالها. طبعا. ولا أنا ما لبينا لا شي هادشي ديالها، كتطلب الطلاق، والطلاق عاود ما يقدرش هو يمتنع عليه. ولكن في الأول هي قبلت عليه، يعني في الأول قبلت عرفها شحال كيتخلص وعرفها كيفاش خدام وقبلت عليه. واش هي عرفت الظروف غادي تتغير والمواد غادي تزيد والحاجه اللي كان كيعيش بها بوبري يعني الدرويش ارتفعت، ها غلات، هما ثاني الغلا عدس الاخرانيه 15 درهم، وهذيك اللي كان كيعيش بها المسكين الدرويش ولا غليتي له هذيك العدس واللوبيا والحميص وديك هاد المواد هذه غير الاخرانيه باش غادي يعيش، ها وعاد تزيد عليها حنا كنا الماء والضوء والكلا وهادي كيصعب عليه. ديك الساعه كتقول له المراه انا ما قديتيش عليا طلقني، والحديث قال لك الا قالت المراه طلقني طلقها، قال عجبتني مزيونه، قالت شنو مزيونه؟ مزيونه هي تكون بعقلها وكتخمم. ها الزين كيمشي كيمشي كيبقى الحروف ديالو اللي كيقولوا الاولانيين، شحال تبقى مزيونه؟ نصاره ملي كيجيو يتزوجوا كيقول لهم ديك البادري ديالهم ديك اللي غيزوجهم كيقول له كتشوفها دابا ياك راه مزيونه وكذا 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 والشعار وهادي وهادي، عاود كيدور فيها هي كيقول لها كتشوفوا ياك دابا الشعار كحال ومزيون وهادي، ها راه ما غيبقاش هايده، راه ماشي عشيب وماشي تكماش وماشي، وعاود كذلك ليله. واش قابلين على بعضكم على هاد الحاله هادي دابا وفي المستقبل؟ كتقول له انا قابله، وهذا هو الزواج والا فلا. اولا كيفاش دوزتي الحياه مع الزوجه ديالك قبل ما توفى الله يرحمها؟ ممتازه الله يرحم والديها، ممتازه، السمع والطاعه والخروج بالاذن، فهمتيني، وما تعملش الحاجه بلا ما تقول لك، ها وكنا كنمشيو عند اهلها فهمتي، العام كنمشيو عند اهلها حتى هما الله يرحمهم عاود كما ينبغي فهمتيني. يعني هادشي هذا عمو ديري ما بقاش دابا قلال؟ هادشي قلال اه، لان ديك سي من التربيه فهمتيني، يعني شوف المراه وشوف حتى العائله ديالها. اه شنو يعني غنتزوجوا المراه صافي؟ غنتزوجوا غنتزوجوا بالعائله ماشي بالمراه فقط، فهمتي. المراه غدا بعد يجيو خوتها ويجيو اهلها ويجيو، باش تقول لهم شي بحالكم الزنقه ما يمكنش نسوء الادب ولا؟ حنا مسلمون وكفى اللي قال هذاك، نستقبل اهلها وهذه ترحب بهم، هما عاود يستقبلوك ويرحبوا بك، باش كيكتمل الزواج. يعني الزواج باش كيكتمل خصهم حتى العائله والاسر يكونوا متفاهمين. متفاهمين مع بعضهم طبعا، ولا كانوا غير متفاهمين كما سيكون هذا الزواج. دائما المشاكل. اه تينا خوتك كيزبلوا فيا، تينا ولادك كيعملوا لي، تينا هذه احنا غادي نعيشوا مشاكل. في الند والمشكل. اللي غيفكر يزوج، انا قلت لك يزوج بالعائله ماشي غير المراه. يشوف لا فامي ديالها، العائله ديالها. يعني العنصر من مجة. شني اه. احنا غادي نسقيو من العنصر هو المنب ديالو فاسد غير صالح للشرب، اتفقنا فهمتيني. لا لازم ما نشوفوا الحاجه حتى ما نصبروا الحاجه في يدنا حتى نعرفوها من مجه حقهم منا الله يا ودي، باش ربي سبحانه وتعالى كيداوم ديك الزواج وكيجعل فيه الخير. عبودي لي غنسقسيك واحد السؤال وغتسمح لي، داك ممكن نجاوب عليه ما بغيتيش. لا تينا قلتي الحمد لله الزوجه ديالك الله يرحمها كتسمعك مزيانه والله إيه يعمرها دار. إيه واش تقدر تزوج عليها ولا لا؟ لا والو والو، انا عرضوها عليا قلت لهم الله يعاوننا وعنكم على الزوجه اللي غادي تجيب. اولا غادخل الدار غتستقر واحد من شهرين ثلاث شهور اربع شهور، ابنك قال لي هاهي العائله عملت لي هاهي، قالت لي ما جبرتي بمن تزوج، ها بديك الشارف، ها ما نعرفش شني، ها هادي هاد، غادي نصبحوا في الند وديك الساعة في الليل، أنا كنت مناقص من الزواج. يعني المرة الأولى ما تعاودش. صافي تبارك الله. زوجنا عملنا أنا قلت لك العواول، وزوجنا ما استطعنا. الحمد لله. وليك لاحقوا. يغمض عينه. يغمض عينه. الله يرحم والديك، شكرا بزاف. هما دينا جميع. وصلت 800 حالة طلاق في نهار واحد. شنو السبب في الرأي ديالك؟
الدراري ما كيخدموش عرفتي الدعوة في التخربيق عرفتي كيفاش هذا كانوا كيخدموا كان عندهم عايشين مزيانين يعيشوا مع ولادهم ولكن المشاكل ديالي ما كيخدموش قوشي وفين هما الرجال باقي رجال هذا ما كاينش رجال دابا قلال اللي كيصبر مع ولادو كتا رجال ما بقاوش يعني دابا انت كتشوف مشكل في الراجل ولا في المرأة؟ لا بجوج بيهم بجوج بيهم فيهم الديفو لا مرأة ولا راجل المرأة شمن ناحية فيها الديفو؟ ها؟ المرأة المهم ديك الشيء كامل مفاهمة والنية ما كايناش بيناتهم ماشي بحالنا حنايا كانت عندنا النية وكدا كنصبروا هادو ما كاينش النية مرة الشباب اليوم ما كاينش منهم دابا مشكلة كبيرة عمودية هي أنك كتجبر مثلا يلا 8 شهور عندهم عام في الزواج كتجبرهم دغيا نسالوا الوقت هذيك المصاريف كيغلب عليهم مصاريف قول لي المصاريف كيغلب عليهم شي بحالنا حنا مرة هكذا كنصبروا الشباب اليوم والو انت شحال عندك تقريبا في الزواج دابا عمودية عندي دابا 28 عام الزواج تبارك الله في الزواج في الوقت ديالكم كيفاش كانوا دابا كيفاش هذا الوقت ديالنا كان مزيان دابا ما كاين والو دابا بنادم ما كيصبرش شنو ملي مشيتي تزوج في الوقت ديالك شنو الحاجات اللي كانوا مطلوبين منك الصداق ومسائل انا عملت النيه ومشيت نجبر صافي النيه هي كلشي ما طلبوا حتى حاجه عملت النيه ومشيت مشيت نخطب صافي دابا كيطلبوا مليون جوج ملايين شي شرب لاكريما اللي ما كيسقسوك شي واش عندك النيه ياك النيه هي كلشي إذا ما قلتش النية ما يكونوش مرة هادو النية هي أحسن حاجة هي النية السبب هو السبب الرئيسي كيكون الغش وما كتكونش الصدق لهذا كيخليو الأزواج أنهم ينفصلوا بعد شابة ولا بعد الفتاة خصها غير تجوج غير واحد الوقت معين وتنفصل يعني ما خصهاش تعمل مستقبل تعمل وليدات تأسس أسرة تعمل دار ولا تعمل المنزل ديالها لا كتفكر أنها كيكون عندها واحد التفكير ما بوحديتو يعني خصها تدوز غير واحد الشهر يعني باش تخرج جبر الحرية ديالها جبر الحرية ديالها المطلقة يعني أنها كتبقى تعاود المجتمع أنها تجوجات وطلقات والمشكل في الراجل أنه ما كيخدمش عليها لا هو المشكلة هي ما رضتش بالقسمة اللي عطاها الله وصافي يعني هي خصها شي حاجة كبيرة يعني خاصة شي حاجة توفر لها فوق استطاعة الراجل أنه ما يقدرش يوفرها لها كتبقى تقول لك الراجل ماشي راجل ما كيخدمش وما نعرفش إني وأنت ما عارفة ما كيخدمش فيك كانوا عينك في الأول مي ما عارفاش أنه ماشي راجل علاش هذه هضرة معقولة فين كانوا عينك في الأول هادشي اللي كاين هو هاد القضية ديال الإعلام اللي في الإذاعة قال هذه الجمعية كتحمي هذو هذا قال حقوق الإنسان قال هذه ولكن هو ما كاين حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان ما كيتجلاش هنا حقوق الإنسان كيتجلى في العمل وجد لي العمل وجد لي كذا ماشي المرأة تخصمت هي والراجل قال لك امشي عند الجمعية ترفع بهم دعوة ترفع دعوة برجلك هذا هو السبب الرئيسي هو هذا الشيء اللي تعملوا في الإذاعات سينا عمو ديالي في الفترة اللي زوجتي كيفاش الزواج كان عندكم؟ احنا الزواج كان عندنا عادي بحال اليوم اليوم كيطلب مصاريف وصافي ما قبل ما كانش يطلب مصاريف اليوم لا كيطلب مصاريف بالنسبة عندك البنات اللي كتجاور مع داك يلا ضربوا 6 شهور في الزواج عام كتجاور مطلقوا وهذيك كنا نوايا ماشي حسنة لا بالنسبة للولد ولا بالنسبة للبنت وخاصة كيكون الولد هذا هو زوج مثلا 10 شهور ولا 15 شهر ولا يطلق ماشي ما كان عنده رغبه يزوج هذا هو هذه ولكن يعني هذيك النيه الصافيه ما كايناش هذيك بالنسبه لهذ الحاله هذو اما بالنسبه للانسان اللي كيكون زواج ونوقع له خصام مع المراه ولا توقع له على الصداقه يقولوا له مشي عند الجمعيه تحميك هذا السبب المشاكل كامله انا كنظن هذا كيساهم 90% اما الامور الماديه غير 5% لا ما عندنا 5% لانه انا من ديك البنت ملي تزوجت من ديك الراجل كتعرف شنو كيخدم شنو عنده انا نعرف الناس البديه قبل عاشوا قبل بالفاتحه وماشي مزيانين ما كاينش مشكل ماشي مشكل مادي ماشي مشكل بالنسبه مثلا الى وقع الخصام بين الراجل والمراه شنو الحل في النظر ديالك ايوا حنا عندنا كيجيو من العائله ديالها والمعائله ديالها يعملوا الصلح يعني كتجيب له جوج الناس من العائله ديالها ومثلا وكيصلحوهم وكيرجعوا اذا كان قبل واليوم احنا حاجه بسيطه لا حسب فيها الرجل كنصبح ماشي نحكم وكانت هذه هي اراء ديال ساكنه مدينه طنجه خليونا انتم الاراء ديالكم في التعاليق كان معكم ايوب جباري امور كاميرا رسالة سوفيا العشاب السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد